سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. مبابي يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى. تسديدة قوية وجميلة. يا لعيب، لمسة كانت رائعة. الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. الكرة ترفض الدخول على الرغم من خداع الحارس. مع هذه الركلة هل ينجح في تعميق جراح الخصم؟ الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. ثاني اللاعبين مسددين، ينجح في أن يخدع الحارس يسجل هدف. هل ينجح في زيادة الفارق من الأهداف؟ تصدي رائع، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملاء يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. رابع لاعب ينفذ الركلة. كرة ضائعة مرة أخرى. إذا سجلها يمر فريقه. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. الجزائر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. التعادل 3-3. اللاعب السادس في تنفيذ الركلات. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. الجزائر هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. الله، على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. لوريس هو الأمل الأخير لفريقه إذا صد هذه الركلة. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. تصدي غير عادي، حارس كلب. لوريس إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يلعبها في الجانب الأيسر، ضربة مذهلة. الجزائر هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ والهدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. المنفذ العاشر يتقدم الآن. الحارس توقعها صح، لكن الكرة ذهبت إلى المرمى. الجزائر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. نصل لآخر لاعب، المسدد الحادي عشر. ينقذها الحارس. يا سلام، لوريس عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. مبابي يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. روعة في التنفيذ. حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. والآن الدور على أوليفي جيرو. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة.
هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. أنتوني غريزمان، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. الجزائر، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. أدريان رابيو يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. بول بوغبا يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنها بثقة عالية. يتصدى حارس المرمى للركلة، حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. لوريس إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لازال. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. لوريس هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة يا سلام ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. بافار، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. الجزائر، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ وسجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. كيم بيمبي يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. يا هدوك، حطها بشكل جميل في وسط المرمى. الجزائر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. رافائيل فاران يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. أنهت هذه الركلة المباراة. لم يكن عندهم الهدوء أثناء تنفيذ ركلات الترجيح أو التركيز العالي. افتقدوا للثقة اللي كانوا يحتاجونها في مثل هذه المراحل الحاسمة من المباراة.